بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، أحببت أن أتأمل معكم هذه الآية المليئة بالمعجزات والتي بالفعل زادتني إيمانا. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. آية مليئة بالمعجزات، سأحاول أن أختصر قدر المستطاع. ألم تر أن الله يزجي سحابا؟ يزجي يعني يدفع برفق. طيب من الذي يدفع هذه السحب؟ الرياح. طيب الرياح كيف تتولد؟ نتيجة فروق في درجات الحرارة. الحقيقة أيها الأحبة، هذه الظاهرة نحن نراها الآن، نرى أن أول شرط لنزول المطر هو تحرك السحاب. إذا السحاب لم يتحرك لا يحدث المطر، يجب أن يتحرك ويتجمع ثم يؤلف بينه. ما معنى يؤلف؟ يعني يركب بعضه على بعض ويجعله متآلفا. الحقول الكهربائية الموجودة في الغيوم أيها الأحبة حقول موجبة وسالبة، فنجد أن الموجب ينجذب إلى السالب، يتألفان مع بعض. فهذه الحقول الكهربائية تجعل أو تساهم في انجذاب جزيئات الماء لبعضها لتشكل السحب الركامية ثم يجعله ركاما. فترى الودق يخرج من خلاله. السحب العادية الصغيرة التي نراها لا ينزل منها المطر، لماذا؟ يجب أن تكون ركامية، يجب أن يكون هناك فيها كمية كبيرة من الماء، يجب أن تكون محملة بكمية كبيرة من الماء حتى ماذا؟ حتى يحدث هذا النزول للودق أو المطر الغزير. فترى الودق يخرج من خلاله. عندما قام العلماء بتصوير نزول المطر وتسريع هذه الصورة تبين أنه بالفعل المطر ينزل من مركز الغيمة من خلاله، أي من وسطه. المفسرون قالوا فترى الودق يخرج من خلاله، أي من وسطه. والصور التي نراها حديثا تبين أن المطر بالفعل ينزل من وسط الغيمة. انظروا إلى دقة التصوير القرآن. طيب هذه الغيوم الركامية يقول فيها تبارك وتعالى وينزل من السماء من جبال فيها من برد. البرد لا يتشكل إلا في السحب الركامية العالية التي ترتفع لمئات الأمتار. السحب العادية هذه التي نراها لا يتشكل فيها لا برق ولا برد ولا مطر. طيب بالله عليكم، النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان لديه مناطيد وأجهزة اختبار وأجهزة كمبيوتر ليرى مثل هذه الحقائق ويقررها. الآن العلماء يقررون حقائق علمية أيها الأحبة تقول بأن البرد لا يتشكل إلا في الغيوم الركامية، والقرآن يقول لنا ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد. الجبال من الغيوم هي التي يتشكل فيها البرد. طيب كيف علم النبي عليه الصلاة والسلام أن البرد لا يتشكل في الغيوم العادية؟ يجب أن تكون الغيمة مرتفعة لآلاف الأمتار، لأن تشكل حبة البرد يحتاج أن تسافر قطيرات الماء هذه لآلاف الأمتار ذهابا
يعني صعودا وهبوطا وتقلبا حتى تتشكل حبة البرد الصغيرة التي تراها، سبحان الله. وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء. طيب، هنا البرق يجب أن يتشكل حتى يتشكل البرد. البرق أيها الأحبة يتشكل في هذه البيئة، بيئة الغيوم الركامية العالية. الله تعالى قال فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء، يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار، يقلب الله الليل والنهار إلا في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. طيب، أنا هنا لدي مجموعة من التساؤلات أنا شخصيا أطرحها عندما أقرأ هذه الآية. طيب، إذا سألنا علماء الطبيعة اليوم وعلماء الأرصاد الجوية وعلماء الفيزياء ما نسبة تطابق هذه الآية مع معطيات العلم الحديث، 100% سيقول لك 100%. ألم تر أن الله يزجي سحابا، يقولون حركة الرياح ضرورية لتشكل السحاب وهي السحب الصغيرة، ثم يقولون من الضروري أن تتآلف هذه السحب مع بعضها، ومن الضروري أن تشكل سحبا ركامية. من الضروري جدا أيها الأحبة أن تشكل سحبا ركامية مرتفعة حتى تتمكن من إنزال المطر. الشيء الثاني، من أخبره عليه الصلاة والسلام أن الودق أو المطر يخرج من وسط الغيمة، فترى الودق يخرج من خلاله، كيف علم؟ هذا لا يمكن أن نعلمه إلا بالتصوير البطيء، أن نصور نزول المطر لفترة طويلة ثم نسرع هذه الصورة فتظهر لنا الحقيقة. طيب، هل كان لديه كاميرات رقمية متطورة ليعلم أن المطر ينزل من خلال الغيمة أي من وسطها؟ طيب، وينزل من السماء من جبال فيها من برد، من أخبره أن هناك جبالا من الغيوم في السماء؟ هذا المنظر يستحيل أن تراه من الأرض، أنت ترى غيوم عادية من الأرض، ولكن إذا صعدت بالطائرة فوق الغيوم ترى هذه القمم كأنك أمام سلاسل جبلية. سبحان، من الذي أخبره بذلك؟ طيب، من الذي أخبره أن البرد لا يتشكل إلا في الغيوم الركامية التي تشبه الجبال؟ مع العلم أنه في الجزيرة العربية ربما كانوا لا يعرفون البرد، ربما كان البرد لا يتشكل إلا نادرا أو لا ينزل إلا نادرا. طيب، من الذي أخبره أن هذا البرد حتى يتشكل يجب أن يترافق بومضات للبرق؟ يكاد سنا برقه، أي البرق الناتج عن تشكل البرد. طيب، من أخبره أن البرق يجب أن يتشكل في هذه البيئة ليقول لنا يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار؟ والله أيها الأحبة هذه الآية مليئة بالمعجزات، وأنا أزداد إيمانا وأزداد ثقة بهذا الحبيب عليه الصلاة والسلام، وأزداد ثقة بأن هذا القرآن الذي بين أيدينا هو كلام الله الحق تبارك وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا ويزيدنا إيمانا ونكون من الذين قال الله تعالى فيهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.